ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 14 نوفمبر تشرين الثاني 2022. هيبدو في الوقت الحالي انك بتواجه عدد كبير ومتزايد من التعقيدات اللي عندك اللي بتعتبر غير متوقعة. مش هيقع اللوم على كل الاشخاص اللي حواليك، في بعض الاحيان ممكن تبقى انت الغلطان. حاول تبقى هادي وانك تشوف العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة تكتشف بيها مداخل جديدة ليك. هتعيد اكتشاف كل هدوءك مرة تانية، هتخرج من المرحلة دي أقوى من قبل كده. هتبتدي تصبر للأفضل، هيفتتح قدامك أبواب كتيرة واسعة وأحلام كتيرة عبر كل أصدقائك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا دلو، خطواتك إيجابية هتبقى بتدفعك إنك تتقرب أكتر من حبيبك وشريك حياتك. هتدور مع بعض بخطوات مستقبلية حاسمة جدا وهتكون مثمرة جدا. بالنسبة لك صحيان النهاردة يا دلو، هتزداد نجاحاتك اللي انت كنت بتحققها بشكل مهني وبشكل عاطفي. ثقتك في نفسك النهاردة هتريحك بشكل كبير، وانت هتعيد اكتشاف نفسك من مرة تانية، وهتخرج من مرحلة افضل من المرحلة اللي انت كنت فيها في الفترة اللي فاتت. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم النهاردة، هتحدث جوانب حلوة جدا علشان تكتسب منظور حلو في يومك ده. هيشكل عطارد سداسي مع بلوتو، ده هيحسن من قدراتنا علشان نشوف كتير من الطبقات في كل المواقف. هنكتشف كتير من المعلومات اللي هتدينا ميزة جديدة، من خلالها هنشوف كل حقائق المواضيع اللي ممكن نبقى بنتجنبها. الوقت النهاردة قوي جدا لو حبينا نبص على اي موضوع بعمق افضل من اي فترة فيها. هنستفيد من اننا عندنا صبر واستراتيجية حلوة جدا في الفترة دي، هتبقى بتسيطر علينا بشكل واضح وكبير. هنبقى بنستفاد منها ويكون في محادثات هنتوصل منها لاننا نفهم نفسنا بشكل افضل. الوقت هيبقى حلو لو حبينا نتخلى عن حاجة كانت خلتنا مقيدين فترة طويلة، او حتى مش عارفين نحل موقف صعب عندنا. من ناحية تانية هتبتدي تشكل الشمس ثلاثي مع نبتون، هيشجعنا من منظور مختلف على الرغم من انه ده طريقة مختلفة لينا، لكنها بتدور دايما على طريقة نتراجع بيها خطوة للوراء علشان نشوف موقفنا بشكل افضل. هيجيب لنا العبور ده سمة انسانية اكتر ورشاقة افضل في اليوم ده، هنوصل من خلالها بسهولة لحدسنا. هيحركنا علشان نساعد نفسنا اكتر ونقلل كتير من الاهتمامات المالية اللي عندنا اللي بتبقى بتأثر فينا. هنتقرب اكتر من عبور كوكب الزهرة والمشترى اللي بيتسموا بالتسامح والسخاء، لغاية ما يدخل القمر برج الاسد في الصباح من